بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في هذا الفيديو بدنا نحل مع بعض تمرين BE 3 إلى 7 صفحة 129. طيب هنا عندي ثلاث نقاط وبدي أعمل اللي هو adjusting entries. طبعا use the following account service revenue إلى آخره. طيب هنا شو بحكي المثال؟ the bookkeeper of هذه الشركة بير the following accrued adjusting. إذا بدنا نعمل قيود تسوية لأكرود. شو يعني أكرود؟ يعني في شيء مش مسجل، شيء مش بدنا نسجله، بسيط جدا. نشوف أول واحدة interest in notes payable 400 is accrued، يعني في عندنا interest expense مش مسجل. كيف أنا بسجل هذا الشيء؟ بخلي interest expense debit أي هنا هيك interest expense قديش قيمته؟ حكى لي هو 400، بحط هنا 400. هيك عملية تسجيل المصروف. طيب شو الكريدت؟ طبعا مش راح ندفعه هنا مش عملية دبل، بس إثبات بكون علي التزام. interest payable بنقول interest payable يعني هذه بهذا الشكل. أنا بس يعني عشان بتمشي كثير يعني فقط interest إيش payable، فوائد مستحقة الدفع أو مستحقة التسجيل يعني 400. خلاص هذا هو قديش التسويق. طيب اثنين services performed معناته في عندي ريفينيو. سيرفيس بيرفورم لما تسمع سيرفيس بيرفورم خلال الشهر او خلال السنه اللي انا مسجلها في 31/12 يا خلال شهر 12 او خلال السنه كلها ما ببين لي شو. طيب في عندي ريفينيو بدنا نسجل but not recorded. طيب في هذه الحاله اللي اخذوا مني السيرفيس ريفينيو بدي اسجله في مدينه يعني accounts receivable، يعني بقول accounts receivable accounts receivable. طبعا هنا في تي حطيتها accounts receivable. طبعا بدنا نسجل الريفينيو اللي هو service revenue. نحكي هنا service revenue. طبعا المبلغ 2300 لانه السيرفيس ريفينيو بكون كريدت. طب اخر واحده سالاريز ايرند باي امبلي، يعني في عندي رواتب مستحقه للامبلييز 900 هاف نوت بين ريكوردد. وطبعا ما تقول شيء مش مسجل بنسجله. اذا سالاريز بقول سالاريز اكسبنس، كيف المصروف بنسجله؟ بنخليه ديبت. هذه الامور يعني من كثر ما حليتها المفروض خلص الطالب صار حافظها. قديش السالاريز اكسبنس؟ 900. طيب الان هذا لازم ادفع هذا الموظف فبكون لايبلت، بنسميه سالاريز بايبل. سالاريز باي يعني مثل هذه تقريبا تشبهها مضمون، بس بدل انترست بقول سالاريز هذا اسمه يعني رواتب مستحقه الدفع. قديش قيمتها؟ 900. خلص هذا هو المطلوب في هذا السؤال. أرجو أن يكون واضح للجميع والسلام عليكم.